الشيوخ. مجلس الشيوخ يا سادة وافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية. سيادة النائب باسم الخواص عضو مجلس الشيوخ معنا على التليفون، وأيضا معانا كمان سيادة النائب عبد العزيز النحاس أيضا عضو مجلس الشيوخ. نبدأ أولا بسيادة النائب باسم الخواص، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. كله تمام؟ كله تمام يوسف بيه. الحمد لله الحمد لله. الله يخليك يا فندم. كنا بنتكلم على قانون الصكوك السيادية. المجلس النهاردة وافق من حيث المبدأ. ليه الموافقة من حيث المبدأ مش الموافقة بشكل كامل؟ وتعليق حضرتك على هذا القانون. سيادتك بس نعدل، لا هو تم الموافقة، تم مناقشة من حيث المبدأ، وتم المناقشة على المواد كلها بالكامل. تمام. وتم النهاردة الموافقة على المشروع بالكامل بعد دراسة كافة المواد بعد تعديل. كويس، أنا سامع. يعني قرار مجلس الشيوخ النهاردة تم الموافقة، هو هيرجع طبعا للنائب او لسياده الرئيس. طيب، لمزيد من الايضاح، ما هو قانون الصكوك السياديه يا سياده النائب؟ لازم نوضح بس حاجه عشان تطمن الناس. اتفضل يا فندم. في فرق شاسع تماما ما بين الصكوك السياديه او حامل الصكوك وحامل الاسهم. ايوه. الصكوك السياديه مجرد اوراق ماليه حكوميه متساويه القيمه، قابله للتداول لكن بتصدر لمده محدده 30 عام. كويس. ولا تزيد عن 30 عام، وتمثل حصصا شائعه في حقوق منفعه الاصول. يعني يا فندم دي ليست ملكيه، يعني حامل الصكوك السياديه ليس مالك للاصل، ولكن حق انتفاع او حق استغلال. حلو. وبالتالي لازم يبقى مفهوم ان عند اصدار الصكوك السياديه اي حد هيمتلكها او هيستفيد منها مش معناه ان امتلك اصل من اصول الدوله، لكن ده هو مجرد حق انتفاع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في عقد الإصدار من الجهة المصدرة للصكوك. عظيم. يبقى حق الانتفاع هو حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها. الناس لازم تطمئن تماما ان هو مش ملكية، لن نسمح بتمثيل أصول الدولة. حلو. وأنها حق انتفاع يمتد ل30 عام فقط لا غير. طبعا، وعلى مجموعه اصول يوسف بيه محدده، ليست ما فيش اصول ملكيه عامه للدوله، ما فيش موارد طبيعيه، ممنوع الاصول تكون ملاحات او مناجم او محاجر، فبالتالي محدد تماما مجموعه الاصول اللي على اساسها هيطلق مشروع الصكوك. عظيم جدا. استاذنك سياده النائب، احنا معانا ايضا على التليفون سياده النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ. اهلا بك يا سياده النائب. اهلا اهلا استاذ يوسف، اهلا بيكم استاذ. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتمنى تكون حضرتك سمعت يعني كلام سياده النائب باسم الخواص بشان هذا القانون، وبشان انه ليست هناك ملكيه، وحضرتك طبعا سيد العارفين، وانما هي مجرد حق انتفاع محدد المده ب 30 عام، وتم ايضا تحديد نوعيات الملكيات واستثناء نوعيات اخرى بعيدا عن هذا القانون. زي ما قال الزميل الفاضل سياده النائب باسم، ده مظبوط. وعاوز برضو اؤكد على نقطه، ان الموافقه على القانون كانت موافقة بصفة نهائية. بصفة نهائية، مش بشكل مبدئي ولا مش من حيث المبدأ. بصفة نهائية. وبرضو عاوز يعني أطمن حضرتك وأطمن المستمعين، وبطريقة مبسطة جدا، مسألة القانون الصكوك السيادية هو نوع من أنواع الاستثمار. إحنا مصر طبعا سبقتنا في دول كثيره جدا اللي هي ووصل حجم الاستثمار في مساله الصكوك السياديه الى 2.7 تريليون دولار، وفي يمكن اكثر من 50 دوله سبقتنا في هذا المجال. والمشروع ببساطه شديده وفي مجمله هو الهدف منه جذب أموال وضخ أموال جديدة من غير البنوك
بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية العملاقة وخلق مناخ استثماري بتمويلات عن طريق هذه السوق، حتى يمكن استكمال وتمويل المشروعات التنموية في مصر. وحضرتك عارف والجميع يعلم ان مصر بتشهد نقلة كبيرة جدا، وبنشوف عملية تنمية شاملة في كل أرجاء الوطن، وبالتالي ده بيبقى عبارة عن مزيد من جذب الاستثمارات من خلال هذه الصكوك. والصكوك دي ان انت بتعيد إدارة بعض المشروعات وبعض الأصول السيادية للدولة، بتعيد استغلالها واستخدامها من خلال هذا الأمر. أيضا هذا المشروع بتقدر تخش من خلال هذه الصكوك إلى أيضا سوق المال بالنسبة للأماكن اللي هيتم طرحها في مسألة الصكوك السيادية. يعني باختصار شديد هو نوع جديد من جذب الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة، سواء بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للأجانب، بهدف تمويل المشروعات التنموية والمشروعات العملاقة الكبرى، وبالتالي توجيه الأموال ناحية هذا النوع من الاستثمارات بدلا من الإبقاء عليها داخل البنوك، ومن ثم أيضا ربحيتها أعلى. بالضبط. من الأوعية الادخارية المصرفية. بالضبط كده، يعني أنت بتفتح شرايين جديدة للاستثمار من خلال هذه الصكوك. وبرضو بشكل مبسط جدا، يمكن شارك في الحكومة لما قدمت هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ. طبعا الأمر مناقشة مطولة ولمدة 9 جلسات في اللجنة المالية والاقتصادية، وكان فيها ممثلين طبعا عن وزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، بحيث إن احنا بنخرج بهذا القانون سواء بالنسبة للشعب المصري أو سواء بالنسبة للمستثمر الأجنبي بشكل عام. وانتهينا بالقانون النهاردة بالموافقة النهائية بشكل متوازن، وبشكل كان هناك إجماع كامل من أعضاء المجلس بالموافقة على هذا القانون الذي سوف يضيف إلى الاستثمارات في مصر دفعة قوية جدا. وزي ما قلت لحضرتك، يمكن ان استثمارات وصلت في الصكوك السيادية الى على مستوى العالم، طبعا في الدول التي سبقتنا في هذا الامر، الى 2.7 تريليون دولار. اعتقد ان احنا هنقبل بمنافسة قوية جدا في هذا السوق ان شاء الله. طيب سيادة النائب، اخيرا وليس اخرا، هذه الصكوك مالكها يحق له التنازل عنها، يحق له التصرف فيها بالبيع على سبيل المثال، وان حدث ايه هي الشروط بتاعت ده؟ لا، ده القانون بينص في مواده ان ليس له حق الرقبه، اي لا يمكن تمليك ذلك، هو فقط حق الانتفاع، وحق الانتفاع يمتد الى اقصى مدة هي 30 سنة، اي ان الاصول مملوكة للدولة المصرية ولا يتم التنازل عنها، وانما هو حق الانتفاع لمثل هذه الاصول. في حال الوفاة هل تورث هذه الصكوك الى الورثة الشرعيين؟ بتورث الصكوك طبعا، لان هو داخل في حق الانتفاع وليس التملك. حق الانتفاع محدد المدة. محدد المدة. يعني جدا. انا مثلا عاوز عشان برضو المشاهد الكريم ابسط له الامر جدا بشكل مبسط قوي لاخواننا المواطنين. يعني انا مثلا عندي حاجة زي مجمع التحرير. كويس. على سبيل المثال. ايوه. هذا المجمع سوف يطرح، هو احد
السكن التي تمتلكها الدولة المصرية. مظبوط. هو هيطرح سواء بقى إذا كان هيطرح كفندق أو هيطرح كمكاتب إدارية أو يعني حق الاستغلال بتاعه، هيحقق أرباح في السنة مثلا وليكن 200 مليون 300 مليون. حلو. هيتم طرح صكوك على هذا المشروع للطرح بالنسبة للمستثمر المصري أو الأجنبي يخش تاخد بال حضرتك، لكن بيبقى المبنى نفسه أو المنشأة نفسها ملك للدولة المصرية. لكن يعني لو يوسف عاوز يشتري صكوك فهو عمليا هيروح يضخ استثمارات بقيمة معينة تطلع 1000 جنيه تطلع 1000000 جنيه، ولكن هذا الاستثمار محدد المدة ب 30 سنة، أخد العائد الاستثماري بتاعي، لكن مش من حقي التنازل أو التصرف بالبيع أو المنح على الإطلاق، لأن ويظل الأصل نفسه ملك الدولة، ملك الصندوق السيادي المصري. بالظبط كده، ولكن انت بتخش في الارباح اللي هتتم من خلال طرح هذا الكيان للاستثمار. باذن الله، باذن الله. واضحه وجهه النظر. اشكرك جدا سياده النائب عبد العزيز النحاس، اشكر ايضا سياده النائب باسم الخواص اعضاء مجلس الشيوخ المصري. يا جماعه ما فيش داعي للتخوف من هذا القانون، ولا تستسلموا لشائعات ولا مهاترات يعني بيتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع حقيقي موجود في دول الدنيا، الصناديق السياديه موجوده في كل حته في العالم، الاستثمار في هذه الاصول موجود في حتت كتير جدا من دول العالم المتقدم جدا قوي خالص برضو، عشان ما حدش يقعد يلعب لك في دماغك.